خلي بالكم من الاحداث، لان الجريمه تعتبر جريمه دوليه. سكينه كبيره اللي احنا في مصر بنسميها سطور، وراح مره واحده في وسط الشارع في وسط مدينه بنزرت. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه سامع حنا، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه. تعال نشوف الجريمه دي اللي حصلت بدات فين وانتهت فين والسبب ايه. اي واحد، اي اب، اي اخ لما يعرف ان اخته ماشيه في الحرام بيكون رد فعله ايه؟ هل نلومه ولا نقول له سلمت ايديك؟ احنا بدول القانون. ايه اللي حصل؟ الجريمه اول ما بدات في السعوديه، اول فصولها في السعوديه. فتاه تونسيه جميله من منطقه او محافظه بنزرت، كانت في السعوديه، هي صغيره في حدود 18-19 سنه، اتعرفت على راجل في السعوديه عمره 60 سنه. خلي بالكم من الاحداث، لان الجريمه تعتبر جريمه دوليه، لانها في اكثر من دوله. يبقى القصه بدات بنت تونسيه اتعرفت على راجل في السعودية، وهي في السعودية، الراجل ده سعودي الجنسية لكن عايش في قطر، هو سعودي الجنسية لكن عايش في دولة قطر، كان في السعودية في الوقت ده، اتعرف على البنت التونسية اللي صغير عنه من دور أولاده، وبنشأت بينهم علاقة. ترجموا العلاقة دي إلى ورقة جواز عرفي، طبعا مفيش حاجة اسمها جواز عرفي بدون شهود، مفيش حاجة اسمها جواز عرفي من غير محامي، مفيش، هي مجرد ورقة مضي عليها ومضي عليها الراجل، وقضوا وقت جميل مع بعضهم في السعودية. هو عايش في قطر وهي عايشة في تونس، لكن تقابلوا فين؟ في السعودية. وأقاموا العلاقة فين؟ في السعودية. هي طبعا اقامتها انتهت او زيارتها للمملكة العربية السعودية انتهت، ومحتاجة ترجع تاني لتونس بنزرت، وهو شغله بيتطلب منه ان هو يسافر قطر، فهي رجعت الى بلدها تونس وهو رجع الى موطن عمله قطر. لكن العلاقة بينهم تليفونيا وواتس ورسائل ما زالت ممتدة، اشوفك ازاي، انت وحشاني انا، وهو راجل اعمال عنده 60 سنة، فسهل ان هو ينزل تونس كل شوية، لكن هي صعبة ان هي تقول لأهلها ايه، انا رايح السعودية اعمل عمرة كل يوم، ولا انا رايح قطر اشتغل، ما ينفعش. فشي طبيعي هو اللي كان بيتردد على تونس في رحلات سياحة، كل شوية ينزل من قطر ينزل على تونس بفيزا سياحة، يقعد اسبوع اتنين تلاتة. في الوقت ده كان قاعد في اوتيل كانت بتتردد عليه البنت دي في الجناح بتاعه، وكانوا بيمارسوا الجنس سويا. يبقى الموضوع عادي جدا، الشاب ده بيجي تونس سياحة، الست البنت اللي بيحبها او اللي بتحبه كانت بتروح له الجناح بتاعه في الفندق، تقيم معاه طول الفترة اللي هو كان قاعد فيها في تونس، لغاية ما بتخلص الاجازة وبيرجع، هي ترجع بيت اهلها. في الوقت ده اخوها اللي عنده 36 سنة عرف الموضوع ده، وعرف ان اخته بتتردد على راجل كان يحسبه قطري لكن هو سعودي جنسية، ابتدى يراقب الموضوع لغاية ما تيقن تماما ان اخته الصغيرة دي على علاقة براجل قطري يحمل الجنسية السعودية، لكن هو اصلا يعني معهوش الجنسية القطرية، لكن هو اصلا سعودي الجنسية. طب يعمل ايه؟ شرف. وخلي بالكم الشباب التونسي زي الشباب الجزائري، بتلقى فيه الطابع الغلاب السخن، سخنين زي الاتراك، فختم موضوع شرف وعرض. يعني انت جاي من دولتك بتقيم علاقة مع بنتنا في الفندق من غير جواز، وبترجع بلدك تاني، احنا بناتنا مش رخيصة للدرجات، رغم من الخطأ في الاول وفي الاخر على اخته مش على الراجل، لكن هو قال ان اخته صغيرة والراجل زغلل عليها بماله وبفلوسه وبهداياه ومجوهراته والحاجات اللي بيجيبها لها والفلوس اللي بيديها لها، فاختي ضحك عليها، لكن الراجل الكبير في السن ده هو اللي امتص شبابها وضحك وسبح وسرح بخياله. يعمل الشاب بقى؟ فضل مترصده طبعا، قدام الفندق في حراسة وفي امن وفي سيطرة، ما ينفعش يدخل الفندق يقتص منه. فضل منتظر يراقب الفندق لغاية ما تأكد تماما
ان الراجل اللي خارج من باب الفندق هو نفس الراجل اللي بيمارس مع اخته الجنس. فضل يترقب لغايه الراجل ما خرج في الشارع وبعد عن حراسه الفندق. مجرد ما مشي في الشارع وابتدى يتجول في مدينه بنزرت كان سهل على الشاب التونسي بقى انه يقتصم. انه عمل ايه؟ كان مجهز سلاح ابيض، سكينه كبيره اللي احنا في مصر بنسميها سطور، وما ان ظفر به. اول ما شاف وماشي لوحديه بجلبابه الابيض والعجال والشال اللي بيحطه على دماغه، جه وقال له انت عارف انا مين؟ قال له ما عرفكش. قال له انا اختي اللي انت ضحكت عليها وكانت قاعده معاك في الفندق دلوقتي. وراح مره واحده في وسط الشارع في وسط مدينه بنزرت قدام كل الناس في عز الظهر وبالساطور على دماغه. اول خبط الراجل وقع في الارض، بعد كده انهال عليه ضربا بالسواطير في كل جسده ثم على رقبته ليفصل الراس عن الجسد. ووقف على جثته وقال هاتوا الشرطه، انا ما عملتش حاجه، انا بدافع عن شرفي وعرضي اللي الراجل ده ضحك على اختي واستغل صغر سنها وبهرها بهداياه وامواله وضحك عليها وسلبها شرفها. جات الشرطه، مين ده يا عم؟ قال لهم ده راجل قطر الجنسيه وانا عملت كده علشان كان على علاقه باختي. جابوا اخته قالت له ايوه اتعرفت عليه في السعوديه واقمنا علاقه بورقه عرفي، وبعد كده كان بيتردد على تونس في زيارات ترفيهيه وفي فسح وفي سياحه، وكنت بترد عليه في الفندق لنقيم علاقه جنسيه سويا، وما كنتش اعرف ان اخويا بيراقبني وعرف الموضوع. بالتحري من خلال الباسبور بتاعه في الفندق تيقن ان هو سعودي الجنسيه مش قطري، والسفاره السعوديه اتخذت الاجراءات الكفيله بنقل الجثمان من ارض تونس وتم دفنه في المملكه العربيه السعوديه مع تقديم العزاء طبعا من السفاره السعوديه بتونس لاهالي المواطن السعودي. هنا بقى اللي احنا بنقول عليها، ليه راجل عنده 60 سنه بيعمل علاقة مع بنت؟ صحيح الشرع ما بيحرمش، لكن ليه ما تترجمهاش لجواز رسمي؟ ما حدش هيلومك ان انت تتجوزها رسمي بوثيقة رسمية ونهارها اخوك ده اخوها ده اللي رفع عليك الساطور وقطعك في الشارع في بنزرت كان اول واحد يستقبلك ويحييك ويتحييك. لكن ان انت تضحك على بنت بورقة وتمضي عليها وهي تمضي عليها وتقول ده جواز، ده مش جواز، ده زنا. الزواج اساسه الاشهار، والبنت صغيره ما تنفعش تنكح الا بوكيل. فانت استغليت براءه سنها وضحكت عليها. صحيح هي فاهمه ان العلاقه دي حرام لان كلنا عارفين ده بالفطره وعارفين ان ده حرام، لكن البنت يعني استغل صغر سنها وابهرها بامواله وبممتلكاته وبمجوهراته، فشيء طبيعي البنت سلمت ليه نفسها. لكن اللوم على البنت اكتر من الشاب، وبالتالي اخوها اخطا. كان المفروض اخوها يروح يكلمه، انت كنت مع اختي في علاقه، بعد اذنك الورقه اللي مع اختي واللي معاك دي ورقه ملهاش لازمه، عايزين نحولها الى ورقه رسميه. عشان تعرفوا يا جماعه ان الجريمه مش قاصره على دوله بعينها، مش مصر بس ولا السعوديه بس ولا تونس بس، في كل دول العالم في الجريمه. مش كل دول العالم ملايكه، في كده وفي كده، في كل دوله فيها الملايكه والشياطين. اهي الجريمه بدات من السعوديه وانتهت في تونس. ان واحد يقتل عشيق اخته، او اللي المفترض ان هو بيقول ان انا متجوزها بورقه عرفي، لكن طبعا تم القبض على الشاب وهو في الان في انتظار المحاكمه العاجله. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.